مرحبا مواليد برج العذراء، كيف بده يكون شهر اكتوبر؟ شهر اكتوبر الشمس منا ببرجكم، تغيرت المعادلات، دخلتوا انتم هلا بالشهر الثاني، خلينا نقول من سنكم الجديده. انتم عيدتوا عيد ميلادكم وهلا انتم ماشيين تراتبيا 12 شهر تقريبا. هلا نحن بهذا الجزء بالشهر الثاني، يعني المفروض تكونوا داعسين، المفروض تكونوا عارفين شو بروجرامكم لهذه السنه، فما في مضيعه للوقت، ما لازم يكون في مضيعه للوقت. الحلو انه انتم ما في عندكم تاثيرات صعبه، بعرف انه زحل عم بيعاكسكم، بعرف انه نبتون عم بيعاكسكم، لكن بشكل عام احتمال انه تقدروا تتغلبوا على هذه المعاكسات، لكن بدها كثير انتباه، بدها كثير وعي، زحل بده كثير وعي، وبعرف انه كثير منكم عانوا، خاصه مواليد اب اغسطس عانوا من واول مواليد شهر سبتمبر تقريبا، مواليد 1 ل 4 سبتمبر عانيتوا كثير من جفا، من انفصالات، من زعل، من ديسبشنز، من ديسابوينتمنتس، خيبات امل كبيره على مختلف الاصعده، المهم قطعتوا منا، تبقى بقيه المواليد. المهم على كل، في بعض القصص اللي بعض مواليد برج العذراء بيتعرض لها، لكن بشكل عام تقدروا كلكم انكم تتخطوا هذه الامور. الجزء الاول من هذا الشهر نشيط، في ضروره للاهتمام بالامور الماليه، ضروره للاهتمام بنوعيه ادائكم، فعاليتكم، وتقديم النتائج، لانه في عندنا وجود الشمس بحد ذاته ببرج الميزان هو نوع من التحدي لإلكم، في ما راح اقول مراقبه، لكن في ضروره انه النتائج اللي عم بتقدموها دراسيا اكاديميا او على الارض، يعني شو ما بتعملوا ضروري يكون في انتباه لهالعمل يلي عم بتقدوه، وفي كسوف للشمس بتاريخ 2 ببرج الميزان، فرجاء كونوا منتبهين. عندنا عطارد اللي هو كوكبكم الحاكم موجود ببرج الميزان، فنوعا ما هيدا اللي بخليكم نوعا ما تكونوا شوي متضايقين او شوي حايصين، لانه عارفين انه لازم تعملوا واجباتكم بطريقه افضل. هذا الكسوف ما راح ياثر عليكم ابدا بطريقه سلبيه، بالعكس انتم مش معنيين بالكسوف، فقط يلي خلقان بوقت الكسوف، يعني مواليد 2 اكتوبر خلينا نقول، يلي مش انتم. على كل، لانه الكسوف عندهم وله علاقه بتاثيرات عالميه ارضيه على الكره الارضيه، وانا حكي عنه بفيديو بحط لكم موجود، صار اصلا صار له كذا يوم، اذا ما سمعتوه بتقدروا تلاقوا الرابط بعلبه الوصف. اذا الجزء الاول من 1 ل 22 هو جزء فيه عجقه كثير، متعب لكم، لانه مواليد برج العذراء بعرف نشيطين، لكن بحبوا كل شيء يكون مرتب، ما بحبوا ينزعوا ايامهم ونهارهم باشياء اضافيه، مشان هيك ترتيب وتنظيم جدول الاعمال، نهاركم على المدرسه اي ساعه رايحين اي ساعه جايين، ايمتى بتروحوا السوبر ماركت، حلو هيك بترتاحوا، لانه هذا الجزء فعلا جزء متعب. وانتبهوا على مصاريفكم وعلى ادائكم. ب 17 الشهر في عنا قمر مكتمل ببرج الحمل، يلي هو بالنسبة لكم رح بيكون له علاقة بزيارات، إن كانت مصرفية، زيارات لمكاتب إدارية لتخلصوا معاملات على أنواعها، وطبعا يوجد يا أما عقود عم تنمضى يا أما في أموال رايحة جاية، ليست سلبية الفترة، لكن يلي بسكروا من تأثيرات زحل ونبتون بده يكونوا منتبهين. منروح للجزء الثاني، اوكي منروح للجزء الثاني. قبل ما نروح للجزء الثاني حابه نوه هون انه في عنا كوكب الزهره رح بيساعدكم، كوكب الزهره لانه رح بيكون موجود في من تاريخ 1 لتاريخ 17 موجود ب برج العقرب، رح يعطيكم القوه ورح يعطيكم طله كثير حلوه بالحكي بالكلام وبالتاثير على الاخرين بطريقه ايجابيه. بعدين بيروح لبرج القوس، رح بتكون هنالك نوع من تحلية لأموركم العائلية، فالزهرة رح فعلا يبيض الوجه معكم في هذا كل هذا الشهر. طبعا مزيد من التفاصيل رح تاخذوها بالأبراج اليومية والأسبوعية. منروح للجزء الثاني يلي هو جزء حلو نشيط جدا، أنشط رح بتلاقوه من الجزء الأول، من مساء 22 حتى آخر الشهر، الشمس وجودها ببرج العقرب رح بيسرع الأمور، ورح بتاخدوا تاخدوا نتيجة، لكنه متعب، لأنه مولود ومولود برج العذراء إجمالا لما بيشتغلوا بيشتغلوا من كل قلبهم، فبالتالي بيعطوا إفور أكثر، بيعطوا مجهود أكثر مش كيف ما كان، فبتتعبوا شوي، لكن ما رح تندموا، طاقتكم كتير حلوة وكتير مميزة.
مثل ما قلت لكم هون كوكب الزهرة رح بيكون ببرج القوس، رح بيساعدكم لحتى تضل أموركم العائلية والشخصية ماشية حالها. المشتري طبعا بعده مساعدكم كل الوقت. اختاروا ايام الاكثر حظا فعلا ما بتندموا. الاكثر حظا 19 ل 22 سبتمبر فعلا بكل هذا الشهر من اورانيوس ومن بلوتو. الاكثر تعبا كل هذا الشهر 5 6 7 وفي احتمال 20 21 سبتمبر يحسوا حالهم متضايقين، لكن اورانيوس وبلوتو، بلوتو بيسكلي هو يلي رح بيساعدكم. خلونا نروح للايام الاكثر حظا والاكثر تعبا. التوقيت توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات تاخذوا توقيت بيروت. منبلش الايام الاكثر حظا، تاريخ 1 حتى الساعه 11، عفوا حتى الساعه 10 وثلث المساء. تاريخ 9، حلو، من الساعه 9 وثلث، 9 عفوا 49 دقيقه صباحا حتى تاريخ 11 4 ونص بعد الظهر. عندنا تاريخ 17 من الساعة 8 المساء حتى تاريخ 19 8 و10 المساء. تاريخ 26 رائع لأنه القمر ببرجكم من الساعة 4 إلى 10 بعد الظهر حتى تاريخ 29 الساعة 4 ونص فجرا. بنروح للأيام الأكثر تعبا، عندنا تاريخ 6 من الساعة 11 ونص المساء حتى تاريخ 9 49 دقيقة فجرا أو صباحا. تاريخ 13 من الساعة 8 المساء حتى تاريخ 15 8 ونص المساء. تاريخ 19 من 8 و10 مساء حتى تاريخ 21 الساعة 10 و10 و50 دقيقة المساء. بيرجع في عنا فترة قليلة الحظ فارغة من الحظوظ. 24 تاريخ 24 من 5 ونص صباحا حتى تاريخ 26 الساعة 4 إلى 10 بعد الظهر. المزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية والأسبوعية، بعرف كتير معطيات وأنا عم جرب أختصر، ارجعوا اسمعوا الفيديو مرة تانية. إلى اللقاء، باي باي.